الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة. كيف نؤمن بالملائكة؟ نؤمن أنهم عالم غيبي، عالم غيبي يعني غابوا عنا لا نراهم، نؤمن بهم دون أن نراهم. خلقهم الله من نور، يطيعون الله ولا يعصونه، لهم أرواح روح القدس وأجساد، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وعقول وقلوب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. نؤمن بكل الملائكة عليهم السلام وبما علمنا الله من أسمائهم مثل جبريل ميكائيل إسرافيل ملك الموت، وأعمالهم مثل جبريل عليه السلام موكل بالوحي، صفاتهم لا يعصون الله ما أمرهم، والأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفصيلا. هذا الإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام.